انا محمد عبد النعيم، طالب بمدرسه اسيوط الجديده الاعداديه، واطلب من الساده المسؤولين والمحافظ ان يتبنوا فكرتي، وهي فكرتي عباره عن هرم الشمس، وهي تنشيط السياحه بمدينه اسيوط. والهرم يتكون من 4 غرف، هي غرفه اللوحات الجداريه، وغرفه الموسيقى، وغرفه عرض اثار اسيوط. ويوجد تمثال تاتي على وجوه الشمس مرتين في العام، وهو ارتفاع الهرم 90 متر وعرض الجهة الواحدة 110، وعدد العمال 5000 عامل يكدح لمدة سنة ونصف، وعدد الأحجار ما يقرب من 1.5 مليون حجر متقطعا، ومتوسط وزن الحجر الواحد 1.5 طن متقطعا. عرض المنصة الأخيرة الفوهة 3 متر.